ما هي العوامل الأكبر التي تضغط على الأسعار، وإلى أي مدى موضوع الصين والضعف ضعف الطلب من الصين كونها أكبر مستورد للنفط هي الأساس؟ السبب الرئيس أن نمو الطلب على النفط أقل بكثير مما كان متوقعا سابقا، هذا هو السبب الأساسي. ولكن لو نظرنا إلى التفاصيل وجدنا أنه في الأسبوع الماضي، منذ الأسبوع الماضي حتى الآن، ارتفع المخزون النفطي في الصين، ارتفع المخزون النفطي في الهند. هذا كله يدل على أن الطلب، نمو الطلب على النفط في هذه البلاد أقل مما كان متوقع. طبعا هناك ظاهرة جديدة لم نرها في الأسابيع الماضية، وهو أن كل نفط أورال الروسي الآن يمر في البحر الأحمر. هذا شيء غريب، لأنه هناك جزء منه كان يدور حول أفريقيا، ولكن الدوران حول أفريقيا توقف تماما. هذا يدل على أن قد يكون هناك اتفاق ضمني مع الحوثيين لعدم ضرب أي سفن تحمل النفط الروسي، وبالتالي هناك زيادة في الإمدادات من روسيا وقصر للمدة لوصوله إلى آسيا. يعني جيد أنك ذكرت موضوع روسيا، لأنه بدي أسألك عن ما يجري على الحدود الأوكرانية الروسية. هل برأيك هذه الأحداث المتجددة الآن والمكاسب الأوكرانية، خلينا نقول بعض الشيء استراتيجيا على الأرض، هل تعتقد أنه لها أي تأثير على إمدادات النفط والغاز؟ بالنسبة للنفط ليس هناك أي تأثير، ولكن قد تؤثر على إمدادات الغاز بشكل واضح، لأن المنطقة فيها أنبوب ضخم يمر من المنطقة التي دخلتها أوكرانيا، ولكن لا يؤثر في إمدادات النفط. طبعا بالنسبة للحديث على إمدادات النفط، هناك إشكالية أخرى عندما نتكلم عن روسيا. كما تعلمين روسيا هي جزء من أوبك بلس، وعليها الالتزام وعليها تخفيض الإمدادات أو تخفيض الإنتاج كما وعد. المشكلة الآن أنه بسبب ما يحدث من أحداث وتغطية كبيرة للأخبار لأوكرانيا، قد يكون هناك كميات نفط تتسرب لا يمكن رؤيتها ولا يمكن متابعتها. أقصد تتسرب من ناحية تهريب النفط إلى دول أخرى. إلى أين؟ وهنا بدي أسألك ما ذكرته بمطلع حديثك عن النفط الذي يمر عبر البحر الأحمر، من المستورد؟ لأنه كان في مرحلة معينة بمطلع الحرب كنا نقول أنه تصريف النفط الروسي عم بيتم لدول آسيا، يعني اللي هي الهند تشتري وبترجع بتسوقه لباقي العالم وللصين. فاليوم هل تغير مسار هاي الفلوز، توجه النفط الروسي؟ هناك إشارات على أن بعض الدول الأوروبية تستورد النفط الروسي بكميات أكبر من ذي قبل، طبعا بشكل غير قانوني وفقا لقانون العقوبات المتفق عليه. فهناك صادرات روسية تصل بعض البلاد الأوروبية، ولكن اتجاه الصادرات الأساسي إلى الهند والصين وبعض الدول الأساسية ما زال يتم حتى الآن. ما غمست إليه من تهريب لكميات النفط إلى أين قد يذهب؟ يعني عبر الحدود إلى أين؟ إلى دول أوروبية مرة أخرى؟ ليس عبر، هي الإشكالية كالتالي: عندما تخرج سفينة من الموانئ الروسية خاصة من الشمال تصل إلى منطقة بحرية في مكان ما، أو إذا وصلت حوض البحر المتوسط في أماكن قريبة من اليونان أو حول قبرص بعض الأماكن القريبة من إيطاليا، يتم نقل النفط من سفينة إلى سفينة. طبعا السفينة هذه الجديدة قد يتغير علمها وتغير مرتديتها بالكامل خلال فترة قصيرة من الزمن، ثم تضيع في البحار، فلا أحد يعرف من أين أتى النفط. وهناك أيضا عملية مزج بين النفط مثلا القادم من شمال أفريقيا أو غرب أفريقيا مع النفط الروسي أيضا، فتضيع علامة النفط تماما، وبالتالي يصل إلى الدول الأوروبية على كل الحالات. بشكل عام قانون العقوبات المتفق عليه بين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يقول بالنص أنه إذا كان هذا النفط الروسي معالجته يتم استيراده قانونا، بعبارة أخرى أن توريد الهند والصين للمنتجات النفطية المنتجة من النفط الروسي هذا قانون. الإشكالية القانونية الآن أنه هل المزج النفط وليس تكريره يعتبر ضمن هذا القانون؟ بالعودة إلى أنه هذا كله بيزيد الصادرات الروسية وبيصعب الالتزام أو التحكم بكميات الإنتاج بحسب اتفاق أوبك بلس، هل قد يكون هذا الأوفر برودكشن أو الصادرات الإضافية عاملا ضاغطا على الأسعار بالوقت الحاضر؟ بشكل عام قد يكون هناك، لأنه الإشكالية الآن عرفنا من الأسواق، تعلمنا درس قوي خلال السنوات الماضية، أنه أن الجزء من النفط المتقلب الذي يتغير بسرعة مثل النفط الليبي إذا كان موجود ولا غير موجود،
لا يتم حسابه، وبالتالي إن وجد كان شيء جيد، غير موجود لا يدخل في الحسابات. فالجزء المتقلب غير مهم إلا إذا كانت كمية كبيرة جدا، وهو ليس بالكمية الكبيرة جدا. من الواضح أن هناك محاولات الالتزام من قبل القيادة الروسية، من الواضح أن هناك بعض الزيادات، ولكن هناك أيضا تخفيض. لو نظرنا إلى صادرات النفط الروسية نجد أنها انخفضت، ولكن لم تنخفض بشكل كافي. آخر سؤال عن موضوع الغاز بأوروبا، ما بعرف إذا طلعت على هذا التقرير الملفت من وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع، اللي بيقول أنه إكسكلوسيف تو وول ستريت جورنال أنه اللي فجر نورد ستريم هم الأوكرانيين. هلا هذا ليس سؤال، يعني ما بعرف إذا عندك تعليق على الموضوع، بس السؤال هو أيضا مع زيادة التوترات بين أوكرانيا وروسيا صار في ارتفاع بأسعار الغاز الأوروبي، هل لديك خشية من مرة أخرى أن تقع القارة الأوروبية بمشكلة ارتفاع الأسعار خاصة على مشارف فصل الشتاء الآن؟ نعم، بالنسبة لتفجير نورد ستريم، هذا من الألغاز التي لا يمكن حلها حتى بعد 100 سنة من الآن. مثل موضوع مقتل جون كينيدي، نفس القصة ستتكرر مهما كانت النتائج ونتائج المحاكم، لن نعرف وسيبقى نظرية مؤامرة للأبد. بالنسبة لأوروبا، ما حصل كان متوقعا، والسبب هو ما يلي: أنه تم تحويل شحنات غاز مساعدة إلى آسيا لأن الأسعار في آسيا أعلى، فأدى ارتفاع الأسعار في آسيا إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا. موجة الحر الموجودة في حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط أيضا أسهمت في هذا الموضوع. الإشكالية الأخرى التي يجب حلها في أوروبا أن كمية المخزون وسعة المخزون منخفضة مقارنة بالاستهلاك، وبالتالي يجب توسيع المخزون حتى لا ترتفع الأسعار مستقبلا نتيجة ارتفاع الأسعار في آسيا.